السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم على الفيديو في احسن الاحوال، تكون ان شاء الله بصحه جيده كالعاده. دائما معكم كلثوم، وان شاء الله فنشارك معكم هذا الكراتان اللي كيجي لذيذ وزوين في نفس الوقت، يعني بمكونات كلها بسيطه. فكنتمنى الاعجاب ديالكم. وهنايا غادي ندوزو ان شاء الله للطريقه. هنا كما كتشوفوا عندي كاسرونه درت فيها الماء، درت فيها جبره ديال سيدنا موسى، جوج درهم حبات ديال الثومه. المهم انا هنا راه ديما الخضره كنسلقها بهذه الطريقه، وكندير فيها حتى بسيبي صغير كانت كملت ليا. هنايا كان البصله كما البطاطا، عفوا سمحوا لي، البطاطا هنايا قطعتها مكعبات وغسلتها مزيان. هنايا غادي من بعد ما غلى لي داك الماء، فهنا كما كتعرفوا هنا راه غادي نضيف هنا البطاطا، وغادي نخليها حتى غادي تسلق. ومهم غادي تطيب شويه، يعني ماشي غادي تسلق، هنا غنضيف لها واحد شويه ديال الخل. صافي، انا من بعد غادي ناخد مقله غادي ندير فيها واحد شويه ديال الزيت. انا هنا درت بصله شويه كبيره، هنا كنضيف شويه الملحه. هنا غادي نقلي هذيك البصله مزيان، غادي نضيف لها واحد الدرس ديال الثومه كبير اولا جوج صغار، ومن بعد غادي نقليها مزيان حتى تقريبا حتى يثبت فيها اللون، حتى يولي اللون ديالها ذهبي، حيت انا باش ما تقلات مزيان كيتغير فيها اللون كتعطي واحد المذاق زوين. وهنا من بعد غادي نضيف الفلفل الاحمر اللي قطعتها طريفات صغيره ريحتها هي، وغادي نضيف خيزو اللي حكيتو في الجهه اللي كتكون شويه متوسطه، ماشي ديك الغليظه وماشي الرقيقه كاع بزاف، يعني في الجهه اللي كتكون متوسطه. صافي، من بعد غنقليهم مزيان حتى غادي تقلى، وغادي نضيف واحد شويه ديال البزار. فبالنسبه للتوابل هادشي اللي كاين غير الملح والابزار فقط هما اللي كاينين. وهنا غادي نضيف هاد ديك البطاطا، هنا غادي نقليها حتى هي معاهم مزيان باش حتى غتشرب ليا مع داك الخيزو والبصله. هنا غادي عندي ثلاثه البيضات، غنضيف لهم واحد شويه ديال الملحه، وغادي نضيف لهم واحد شويه ديال الابزار، وغنضيف هنا قزبر ومعدنوس. هنا كندخلوا المول اللي غيدخل الفران، كندهنوا بشويه ديال الزبده، ومن بعد كندير فيها هذيك الخضره. ومهم هنا غادي نقادها مزيان، من بعد غادي نخوي فوق منها هذاك البيض، يعني هنا ما درتش فيها لا صوص بيشاميل لا والو، فكتفي صغير بهذاك البيض اللي اكتفيت به. من بعد هنا غنضيف شويه ديال الفرماج، غير واحد شويه اللي درت، ما درتش شي حاجه كثيره، المهم غير قياس. هو كيجي الغطاء هذا كيجي الشكل ديالو زويون والمذاق ديالو بنين. وهنا من بعد كندخلوه الفران، هنا من بعد ما طاب مزيان حتى طاب صافي. المهم هذا هو الشكل ديالو، رافقتونا بواحد شويه ديال الزعلوك ديال الدنجال وشويه ديال الشلاضه، المهم كاين الشلاضه الاخرى حتى هي ديال اللي بحال الشكل ديال ابلي، ولكن ماشي ابلي، يعني ديال هذا ديال، المهم حيت كل واحد كيفاش كيسميه، ديال الهربل اولا ديال ديك الفسيخه اولا، ما المهم كل واحد كيفاش كيسميه. فالمهم كان الغدا هو هذا، المهم وجبه كانت خفيفه وظريفه، وكان هذا الغطان هذا ساهل حتى هو. فكنتمنى الاعجاب ديالكم، وانا كنبغيكم جميع متابعين لهاد القناه اللي من المغرب وخارج المغرب كالعاده. دائما كنتمنى التوفيق للجميع، وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.